مستمعين حصة كسر روتين، مرحبا بكم معنا من جديد. راح نبداو بأول فقرة واللي هي فقرة الألغاز. إلا شوفوا الألغاز اليوم واش راهم يقولوا، إذا أنتم تلقاو الحل والناس تاني دا يلقاو الحل ولا والو. تبعوني. مساء الخير. مساء الخير. صافا؟ لاباس. الحمد لله. تعرف شويه الغاز شاطر. شويه نسلكوها شويه. اي صح، نعاونكم معليش. عندنا اللغز الاول يقول كاين مراقب ليلي، مراقب طائرات ليلي. عنده رئيس تاعه قال له نوضني على 5 تاع الصباح، عنده رحله في الطائره باش يروح فيها. نوضوا على 5 تاع الصباح. جات 5 تاع الصباح نوضوا. هذاك المراقب ليلي قال له يا ودي راني درك حلمت بلي الطائره هذه رايحه تطيح، خليك ما تروحش. الرئيس تاعه سمع هضرته ما راحش، وهذيك الطائره صح طاحت. شاه شكرو زعما اللي نقد حياته بصح زعكم الخدمه على جرى قبر هو جرته ما تربحش. بالك ودا الخال هذاك على بالي على بالك باسكو نقدو. انا نعطيك ديرك سلبي ما دار فيه الخير هذاك يدير فيه الشر فوالا باسكو رانا في وقت هو. لا لا ممكن بصح مش هذه الإجابة. بصح شوفي أنت هذيك ولا ما عرفت الجواب. شوف أنا ولا شوف أنت. علاه زعكم الخدمة؟ علاه زعكم الخدمة؟ علاه طردوا؟ على حسب ضمير المعلم ولا ما على بالي. بون هذا يا المراقب الليلي مسكين خدام على سرو كيما نقولوا حنايا. حق راه أختي من الآخر. حق راه. بصح علاه أنت في ميزك زعكم؟ حبسوا على الخدمة. دوك هو قالوا ما تروحش. والاخر راه وطاحت لافيون هذيك. سي سا. هذاك المراقب قال البريزيدون تاعو هذا. البريزيدون تاعو دار واش كاين في راسو وراه الطيارة. ابريكي. لا ما راحش وطاحت الطيارة. سي فور سا شكروا. بصح زعكم الخدمة. اسمع هذا ضرب عصفورين بحجر واحد ولا كيف اسمع شكون شكروا وحاوزوا. دوك سما حقرو اختي من الاخر. حقرو هذا حقار هذا بريزيدون تاعو من الاخر اختي. دوك هو راه طالو ايدي قالو ما تروحش والاخر بعد الطياره هذيك وطاحت. هو اللي دار فيها لابان بالك. عاوني شويه والله ما على بالي اختي خاطيني كامل. على زعكو باسكو قالوا طائرة راح تطيح ويا ما طاحتش. سي طاحت هي. وين طاحت؟ قلع الطائرة ما راحتش هيك طائرة. يا ودي قلنا الطائرة هذيك صح طاحت. سي بور سا جا شكرو. الطائرة هذيك صح طاحت. سي بور سا جا شكرو وحاوزو من الخدمة. عين كبير حاجة على بالك. طائرة ما قلعت بصح طاحت. شكون اللي قالك ما قلعت بصح طاحت؟ قلعت طائرة بصح طاحت. خلينا من الطائرة، طائرة سي بون قلعت وطاحت. علاش حاوزو من الخدمة؟ لا حاوزو. باسكو باش ما يقولوش طائرة الجاية بطاح. باش ما طيح طيارة الجاي او طيح طيارة كومبلي على بالك. فكرة هذي على كل. اذا كاين له ستريس في حياتك. اذا كمل هكا طيارة كاع يطيح على بالك. صح معليش علاش حوزو من الخدمة؟ شو جزاء سان نيمار على بالك؟ هكا جزاء سان نيمار يبنى له كامل هذاك القصر قداه يقتلو. هذاك شغل كيسلك له حياته باش ما ماتش حاوزو من الخدمه صارت له كي جزاء صانيما. لا ماشي على جال هذا صافي نصحوا به ما يروحش وسلكوا ومن بعد حاوزو بالك نوضوا منهم. غلطوا هو قال له نوضني. طيب ولي طيح الطياره كاين بريطانيا طياره تحت تحت الطياره. لا باش هو خاطيه مسكين هو حلم برك. هو حلم برك وعلى زعكو. هو مراقب ليلي. شوف ركز لي على حاجه. هو مراقب ليلي وقال له بلي راني حلمت بلي الطائره رايحه تطيح. ركز لي على هذو زوج حوايج تلقى الحل. الطائره ماشي طياره. ما عشاش طياره. اي والله ما عشاش طياره. انا بها طاحت ماشي ملي بها طاحت. هو يقول نم انا حسبت لك تلقى الحل. ماشي على بها طاحت. هو زعك ولا خاطر هو مراقب ليلي وحلم هو اللي خدمها كاع تسمى رقد تسمى المراقب ليلي اللي حلم. انا انبات لي لي نوضوا على 5 تاع الصباح. اي با انت تقولي لي نورمال دوك نقول لك خاطر علاه. هذا مراقب ليلي قال له درك راني حلمت بلي الطائره هذه رايحه تطيح. حلمت واش معناتها؟ معناتها رقد. اه بيان سي ومراقب ليلي
جايح معش طائرة سما ما ناقبش ماما ما يرقدش يعطيك الصحة نور ماما ما يرقدش مراقب ليلي هدايا اه سيبني سيبني در الواجب تاعه هو لا شوف نقول لك علاه نقول لك علاه لخاطر هو ديجا مراقب ليلي وقال له درك حلمت سما رقد صح هادي راحت لي هادي يا راحت لي صح عندك الحق واش دا يرقد هدايا بصح واش دا يرقد هدايا برك رجعت عليه مامو ما يرقدش هدايا مامو ياس طيارة هذيك كانت رايحة كنت زعما مسكين وحقروها دوك راني روبينيت كيما يقولوا دوك راني عرفت الفكرة الصحيحة كيفاش كيفاهم اختي مدينة صح عندهم زوج حفافين واحد تحفيفته مليحة واحد شعره كاع مخلبط ماشي محفف مليح لو كان انت جيت دوك وافر صح انت لو كان جيت من اصحاب المدينة هذه عند من تحفف عند اللي بون عند اللي شعره مليح ولا اللي ماشي شعره مليح فوالا دوك هاتيك ويكون عندهم الغاشي باش نشوف والو هذا على بالك انا واحد من نحفف عندي شعره مليح على باسكو تعلقوا فيه كاين واحد البلاد عندهم زوج حفافين واحد محفف مليح شعره وواحد ماش محفف شعره مليح يعني شعره ماشي كاع مقرد انت لو كان جيت من هاد اصحاب البلاد هادو وين تروح تحفف يحفو مليح لا هاد السيد شعره محفف مليح لاكوب تاعو مليحه والحفاف الزوج لاكوب تاعو ماشي مليحه انت يا لو كان جيت باغي تحفف عند من تروح عند لاكوب تاعو مليحه ولا لاكوب تاعو ماشي مليحه في شعره هو ليه عنده لاكوب مليحه شتاف راسو شابه اللي محفف مليح اللي مش خاطش اللي محفف مليح يعني هو يروح عند واحد خير منه باش يحفف له اللي مش محفف مليح سمك هو يعني ما يعني ما هوش يحفف على السمع عند من تروح اللغز لو كان طرحي اللغز نقول لك عندي ما يحففش مليح بصح في الحقيقه اللي يحفف مليح تروحي عند اللي راسه محفف مليح اخذ شو باش كي راح يحفف مليح يحب هو سبا انت يحفف لهم مليح لو كانت هي جيتي تسكني في هذه البلاد هذه عند من تروحي تحفي حفافه لا لا صح يا سيدي كاينه حفافه شعرها مليح على لخاطر ترجع لي شعري مليح واش من الحفاف نختار لي لي كول لاكوب تاعو هي انا باسكو علاش لي لاكوب تاعو مليح شكون حفلو لي لاكوب هي انا عند لي حف عنده مليح لي شعره محفف مليح على باسكو لازم نحفف مليح كيف اول ما عجبتك شو ما نحففش مليح لا لا غلط ما تروحش لي عند محفف مليح ما عند لي ما يحففش مليح لا ماشي هو ما يحففش مليح هو شعره ماشي محفف مليح ايه هو شعره ماشي محفف مليح احنا راح نقولوا عاد اللي ما حففش مليح نروح نقولوا حفف لي مليح كيما اللي حفف مليح ديدوكا يا ما فهمتنيش يا حاجه يا حاجه اخذ اخرى على حساب شوف على بالي معليش معليش عاد اللي ماشي محفف مليح دون نقول لك واحد كيس هذاك اللي محفف مليح كيحفف اللي ماشي مليح هردو باش يبان توجور هو والاخر مسكين شكون حفف له مليح صح انا مزيزة حفف له مليح كاين جسر يربط بين مدينتين صح الجسر هذا يحمل طن بالحساب من اللي زياده يطيح ما لازم حتى حاجه زياده جايه شاحنه فيها طن سواسوا تمشى في الجسر هذا كاين بين المدينتين 100 كيلومتر المهم راهي تمشى الشاحنه هذيك كي لحقت نص المسافه حبست جا واحد الطير حط فوقها ما طاحش الجسر علاه الطير طاح فوقها ما يوزنش الطير ما يوزنش يوزن الطير باسكو اللي خدمها غلط باسكو قال لك 1 مليمتر طيح جاز فور طاح ما طاحش بغلط هو كاين عمود لتحت هو باش يشد هذيك بلاصه البلاصه اللي الشاحنه كاين عمود هكا زعما هو اللي شد وعلاها الجسر يعني الجسر يحمل طن هذه دعوة الخير هذا ربي يكتب لهم يطيحوا شختي من ربي يكتب لهم يطيحوا لا لا اصبر دوك نلقاو لها الحل تاعها هذه الشاحنة هذه اختي اللي فيها طن سوا سوا جا العصفور هذا وكي قاعدة تمشي شاحنة ما طاحتش العصفور هذا خفيف دونك اختي ما
يعني الطائر ما يزيدش بزاف الوزن باش يطيح الجسره. لا احنا قلنا ملي زياده يطيح فوق الطن، يعني زها زايده زياده هكا شويه يزيد يطيح. ضاحت الشاحينه كانت مربوطه من الفوق. طائر فيه انقله كمان نورمالمون يطيح الجسر اذا يهزك اي هبسه زايده يطيح الطياره. طياره دقيقه اختي هذه لازم نشوف. ايوه راح يرحمي امك يا تبقى يرفرف فوق الشاحينه. طائر هذاك طير فرف فوق الشاحن. لا حط فوق الشاحن، حطها وبقى غير بجناحته راهو في الوسط، حط كامل بالوزن تاعها. بصح هذه هي شغل سؤال لغز شغل تاع رياضيات، هذا توازن مع الجسر، قوة الجسر مع توازن هذيك في الوسط. ما طلعش خلطتي لي بدلي بدل اصبر درك نعاونك. شاحنة ولا سيارة كي تحكم الطريق بعد قطع اسمحي لي او يمشي تنا الشاحنه راهي تمشي والطائر في وسطها ما يطيحش. لا لا هي قلنا راهي حبست في نص المسافه حبست. علاش تحبس هذه الماشينه يا علاش ما طاحش الجسر؟ علاه ما طاحش؟ باسكو العصفور طار. لا هو حط فوق الشاحنه. علاش ما طاحش الجسر؟ العصفور طاح فوق الجسر ويرفع الطن. طير الشاحنه فرغ الشاحنه باسكو جايه في الميليو بركا في النص شو ما قدرش تطير. لا ماشي قضيه نص، شوف هي شاحنه قلت لك ماشي ماشينه. لا شاحن صح لا فواتير ولا الشاحنه كي تبدا تقلع كي تبدا تمشى كاين حاجه تنقص منها. نقص منها ليسونس والمازوت ينقص السما اوتوماتيك حتى الوزن تاعها ينقص شويه. شوفي عباك مخي تنحرق يا شويه ديزولي ما يشغل ليسيلي زيدي تشوف ما على بالي كي تعود تمشى الشاحنه ولا لافاتور ينقص منها حاجه. ما ينقص والو. انا ما ينقص والو تزوج طن تريح طن. سير وشي حاجه تنقص من الشاحنه ولا من لافاتور كي تقطع مسافه معينه. ليسونس ليسونس اللي عندي في الراس عندي كي ينقص ليسونس. صح زعما الطير جا جوا لخاطر كي لحقت نص المسافه. ما تنساش بلي ليسونس ديجا ثاني وراه نقص على مقبل تخمم تاع هنود دا على بالك غدي هذاك شغل قشطع هذيك اللي تضربو يطير وكذا يا ليسونس. لا لوجيك ولا ماشي لوجيك؟ لوجيك نورمالمون زعما لوجيك هادي ماشي لوجيك بصح ماشي لوجيك هادي. لا ماشي لوجيك دوك انا خمامت عملت كومبيس اختي خمم في ريزيرفوار انايا. كاين واحد يخدم بطاقات من 1 ل 100 يعني كل بطاقة فيها رقم اوكي من 1 ل 100 شحال رايح يكتب من 9 يعني 9 شحال مرة راح تكرر على 100 11 نختار 11. كيفاش حسبتها؟ كيفاش حسبتها؟ حسبت العدد تاع 9 ضعفت له 2 50% 50% ولا 11 واش رايك؟ بون 19 20 21 22 23 24 ولا 10 خطرات اكثر. علاش نقولوا 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 خطرات وبين 90 و 99 لا 11 خطرة. حسب لي من 90 ل 100 حسبها لي. 90 91 حيكتبها وحسبت نتاع كي تلحق ل 90 حسبته خرجتك 11 واش راك حسبها لي كيفاش حسبت لي 90 لا ديها لي من 9 وطلع بون 9 على 10 90 لا ما تقول 9 على 10 كيفاش 9 على 10 قول لي في 10 كاينه 9 صح 9 على 10 90 نزيدوا لها زوج شحال تولي؟ واش الساعة على 10 انا هادي نفهم. حبيت تقولي السؤال تاعك يكون على الساعة شحال مرة تكون كاينة من 1 ل 100 شحال كاينة من 9 من 1 ل 100 شحال كاينة من 9 شحال كاينة من 9 من 1 ل 100 10 اختراعات 9 9 من 1 اصبر يا اخو 9 9 عدد زوجي 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 10 9 كاين كثر كثر شحال كاين 9 من 1 ل 100 شحال كاين من 9
كاين كثر جو بونس با اختي نتاع من واحد لمية شحال مرة نتاع خطرات نتاع خطرات كثر كثر نتاع خطرات من واحد لمية نتاع 19 نتاع 20 نتاع 30 نتاع 40 نتاع 50 نتاع 60 نتاع 70 نتاع 80 نتاع 10 خطرات العشرة لقوا فيها تسعة وحدة زيد لقوا فيها زوج 30 لقوا فيها ثلاثة 4 لقوا فيها 4 5 لقوا فيها 5 حتى لحقوا 5 لقوا فيها 5 اسكو 50 والله العدد تاع 50 لا لا فهمي كيما راني نفهم انا نقول لك 10 لا فهم كيما راك تفهم انت هي اسما غلطة 30 3 40 4 50 5 60 6 70 7 80 8 90 9 20 بنتي صاك داخل 24 90 10 خطرات قلت لك كي تلحق 90 كاين 91 92 93 اي سي فري شحال كاين؟ سما كاين 19 99 كاين فيها جوج تسعات 28 ما اسم المجرة اللي فيها كوكب الأرض؟ اسم المجرة اللي فيها كوكب الأرض وش اسمها المجرة اللي فيها كوكب الأرض؟ ما فهمتش المجرة اللي فيها درب تبانة درب تبانة سمعي دقيقة يا سيدي ما نعاونكش أنا سكت لا لا عاونيني قلت لك درب قلت لي يا سيدي دقيقة درب بوم بوم تبدأ بدرب درب اوكي نيدي اختي ضرب تبان ضرب التبان تبانه ضرب التبانه هذه المجره اللي فيها كوكب الارض تاعنا الفضاء لا لا المجره عندها اسم ضرب تجي كل يوم الحاج تجي كل يوم صح اسم المجره اللي فيها الكره الارضيه كوكب الارض ما هو اسم المجره اللي فيها كوكب الارض الحاج اسم المجره اللي فيها كوكب الارض سنعرفوا اولا الاسم تاع بلادنا اولا الجزائر علاش نقولوا الجيري؟ قالوا الجيروا لا انا نقول الجيري علاش نقولوا الجيري؟ كل شيء كذب اسم بلادنا ما نعرفوش ونقولوا كابيري ونقولوا الجيري اسمها كوكب الارض ماهوش كاع يكزيك درب تبونا درب تبانا درب تبانا علاش هكا المهم جبناها قول واش من عام اقيمت اول بطوله كاس عالم لكره القدم عندها فوقت ما كانش لورجو واش من عام شي نواري بلون انا شافي على 1900 وشي حاجه هكذاك فوقت بيرلي ولا مباش بكري بكري 1930 1930 شوف الانجليز الانجليز انجلترا نوما لا واش من عام 1932 قربت نقص هذاك الزوج 1930 شي من نفسه سي من نفسه هي من نفسه كمل ما تخاف من نفسه من نفسه 30 من نفسه 30 نيشان والله غيرك زهرة جايبها معك ماشي زهرة ماشي زهرة شغل عرفها ماشي كانت عندي انيدي مش قلت الفولي شغل الله يبارك قلت لك انا في هذه تجيب على بالي الفوتبول هذا ما كان هذا ما كان الله يبارك عليك ايوه طلو فوتبول فوتبول هيا وريني شطارت فوتبول 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 نورمالمون نورمالمون دابا خصني نكذب 99 جايتني فوتبول خدينا ما نلعبش فوتبول انت تنس على بالك والله بس نقدر كيسيون في التنس ريعه خليها عندك باقي 66 لا لا 60 نورمال لا لا نقص نقص ماشي لي 30 لي 30 زعما هذيك اللي حكرتها هذيك هي 1930 1930 والله ما 1910 زيد لها 20 و 20 هذيك ال 10 تاعك زيد لها 20 1930 ما شاء الله عندنا في السلع اكثر اهميه في العالم هو البترول الاول وفي المرتبه الزوجه واش هو؟ البيطرة الاقتصاد لا سلعة سلعة سلعة
بترول غاز. عندنا البترول هو الاول. سمع عندنا البترول هو الاول وعندنا اللي يجي في المرتبه الزوجه شكون واش هي السلعه؟ هي دي السلعه. سلعه بترول ما كان غير البترول. يجي في المرتبه الثانيه البترول قلنا المرتبه الاولى في المرتبه الثانيه شكون؟ بصح من البترول اللي تخرجي كاين الغاز كاين الفحم. ما كانش الغاز سلعه هذه حاجه نشربوها. الماء؟ لا زيد شربيها. آه. انا كسير بعد انت تشربها كل يوم ابار. لا لا زيد الغاز. خضر. الخضر. لا الذهب. حاجه نشربوها. الماء. لا نشربوها ثاني كل يوم. كل يوم ثاني. الغاز نو ماما. الذهب من حيث اهميه حاجه اللي اغلبيه الناس ما يستغناوش عليها. حاجه امبورطون كما يقولوا. كما اغلبيه الناس ما يستغناوش عليها يعني في حياتنا اليوميه يعني. الماء نو ماما. السلعه من دراهم. سلعه سلعه حاجه تضحك تبكي. سلعه سلعه دخان. عفسة كيما الدخان يستعملوها بزاف في تكيفو. شم بريكي. من حيث الاهميه. النفط. النفط. النفط هو البترول. هو البترول. والله ما له بالي قريت 11 سنه. قول والله. والله ما له بالي. البن. البن. البن القهوة. قهوة. بون غاز لا لا. تصبح كي تنوض تشرب. قهوة. ايه صح. قاعد راسي. الذهب. النحاس. الحديد. ماشي معدن. ماشي معدن. ما كان لا تروح لي اليوم كاع على بالك تلحق الغاز. حبوب يمال. هذه حبوب وشنو هي؟ حبوب. الحبوب الجافة. هي هذه صح تجي حب. القهوة. اي والله قهوة. البن. القهوة. حاجة معروفة نشربها الصباح. قهوة الهب. قهوة برك. القهوة تحت البن. ايه تحت البترول البن. الله يبارك. ومنكم. درجة الأهمية. قهوة. قهوة. ما نشربش أنايا. لا لا ماشي ديك اللي راهي في راسك. أما عن بالي شو مالها. لا لا تشربها كل يوم الصباح ولا العشية. حليب. لا لا زيد حاجة أخرى. قهوة. قهوة. البن. لا لا بصح هذيك سلعة بصح مش دخل البترول باسكو مول البترول تجي الصناعة جوج العفايس مال القهوة. نهضروا سلعة. شكون هو أول من استعمل الشوكة؟ الفخشات زعما عادي ما نعرفهاش مهما نعرف عادي والله ما نعرفها. اش كيفاش ايش كان تكنيكي معك بس ما نعرفهاش. اول واحد هو الملك هنري الملك الفرنسي هنري. ايه فرنسي ما نتبعوهمش حنا. اوكي نيدي اختي. اوكي نيدي. هو ملك فرنسي. ملك فرنسي شارل دوغول. اسمه الملك هنري. ملك هنري هذا نسمع. شوفي الملك هنري نسمع به ماشي نسمع به شغل قريت عليه ما شغل عندي اني ديالي بصح ما على باليش بلي شغل هو اللي هو اللي وليد الشنعه. اخي ستي عطيتيني معلومه دوز يا عم. لغز لغز. اي راح قالك واحد. اروح انت يا باش نشوفوك مليح هنايا. اي راح قالك واحد كان فاطمه مغلوقه ما كانت تواقي ما والو حب يشوف النجوم كيفاش يضرب راسه على الحيط. قال لك واحد يحب مرته بزاف يحبها يموت عليها. قال لك انا يقول لك والو لازم الراجل ما يشوفها. قال لك اختار داها البحر كي لحقوا البحر كدا دا لك شغل حجر هكا دور بها هكا يا قال هكا باش واحد ما يدخل عندك. قالت كانت واحد دبانه الدور هكا يا قال لك دخلت حكم جورنا قتلها. قالت له يا راجل علاش قتلتها؟ قالت له دبانه. قالوا بالك دبانو ديك العفسه دونك ما لقاش هذيك العفسه شغل مداب بنت له عفسه واحده اخرى نسى العفسه اللي قالوا عليها الامير دونك تحامل قوه شغل تحال الله غالب من ذاك العام شغل مسكين دائما هو كيما نقول شغل راكي شايف الفوتيف ومن بعد شغل وقيلا عاود ولا نومام ولا عرفت شغل في اللي راهي يا هادي شغل فازل قلت وانا نبدا وخرج حكايه شو كيدير راح اختي صبر يا دوخ تبخل كاش كيما صبر على يا راح قال لك خطره واحد تقساوا قالوا له الحد كيفاش يقولوا لا فرونسي واش يقولوا لا فرونسي ديمونش اي ما قالوا له ما نص نهار واش يقولوا لا فرونسي
قال لهم يبان دومي مونس مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا، إن شاء الله تكون عجبتكم. وبلا ما نوصيكم اللي عنده كش الغاز ولا اقتراحات يخليهم لنا في لاباج فيسبوك تاعنا اللي راهي تبان أسفل الشاشة، ونقول لكم تهلاو في روحكم ونشوفكم في العدد المقبل إن شاء الله. بسلامة.